احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل في موضوع الفوليوم تشينج، وهنتكلم على الفوليوم تشينج اللي بتنتج من تغير درجة الحرارة، وبعدين هنشوف مع بعض بارامتر مهم جدا ومؤثر، ومعظم الفوليوم تشينجز واحنا بنحسبها بتتوقف عليه اللي هو المودس اوف الاستيسيتي، ونشوف بالمره الستريس سترين كيرف، عشان يبقى فاضل لنا المره اللي جايه بقى نتكلم عن واحد من اتنين هم اهم الفوليوم تشينجز اللي ممكن تحصل للخرسانه. واحد منهم كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اللي هو الدراين شرينكج، وشفنا الميكانيزم بتاع حدوثه وازاي ان هو بيكون معدل حدوثه في الاول كبير وكل شويه بيقل مع الزمن، وان احنا لو عملنا ري ويتنج للخرسانه بتستعيد جزء من هذا الدراينج شرينكج، والاليه بتاعت استعاده الجزء من الدراينج شرينكج بتبقى بنفس الطريقه بتاعت حدوثه، ان هي بتبقى معدل الاستعاده عالي في الاول وبيقل مع الزمن. وشفنا ان الخرسانه ما بتقدرش تسترجع كل الدراينج شرينكج، ولكن بيبقى فيه جزء منه ريفرسيبل وجزء منه ريفرسيبل. ده اللي هو كان اهم دراينج فوليوم تشينج اتكلمنا عنه لحد دلوقتي. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن المكمل او لثنائي الفوليوم تشينجز الهامه جدا جدا جدا، وهو الكريب، وهنشوف ان فعلا الستريس سترين كيرف هو مؤثر جدا في حساب الكريب ازاي. اتفضل يا باشمهندس عبد القادر، اتفضل. في سؤال؟ طيب شكرا. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على طبعا احنا كنا شفنا بعد دراين شرينكج اخر حاجه كنا اتكلمنا عنها كانت حاجه اسمها الكربونيشن كفينومينا، والفوليوم تشينج اللي بيجي منها اسمه كربونيشن شرينكج، وشفنا ايه تاثيرات الكربونيشن فينومينا على الخرسانه بصفه عامه بالاضافه للشرينكج نفسه. النهارده هنشوف التمبريتشر تشينجز، وفي الحقيقه التمبريتشر تشينجز ديت انا عندي في منها نوعين. هي واضح من الاسم بتاعها ان دي فوليوم تشينجز بتحصل نتيجه تغير درجه حراره الخرسانه، فبيحصل حاجه اسمها تمبريتشر جريدينت. التمبريتشر جريدينت دي بتخلي جزء من الخرسانه درجة حرارته زادت عاوز يتمدد، وجزء آخر درجة حرارته أقل بيبقى مش عاوز يتمدد. فبنفس الطريقة بتاعت الشرينكج جزء منهم بيحاول يمنع، أو لير من الخرسانة بتحاول تمنع اللير الأخرى من الحركة أو من الفوليوم تشينج، فبتعمل ريستريننج ليها، وده اللي بيولد انترنال ستريسز. احنا عارفين والمبدأ ده خلاص اتفقنا عليه، إن مشكلة الفوليوم تشينجز إن أنا أعمل لها ريستريننج او اوقفها او امنعها فيتولد ستريسز في اجزاء معينه من الخرسانه. فالتمبريتشر تشينجز اللي بتحصل او الفوليوم اسميها بقى فوليوم تشينجز ديو تو تمبريتشر، في منها نوعين. نوع انترنالي جنريتد تمبريتشر ديفرنسز اللي هو ان انا الخرسانه اثناء التفاعل ما بين الاسمنت والجل، احنا اتفقنا ان هو تفاعلات كلها اكثيرميك رياكشنز، وبالتالي الاكثيرميك رياكشنز بتطلع حراره. فبص الاقي الخرسانه اللي انا صبتها اساسات مثلا سمكها متر ولا حاجه ولا اي قطاع خرسان السمك بتاعه كبير، فبيبقى الاكيوميليشن بتاع حراره الهايدريشن او الهايدريشن هيت اللي بتطلع من الهايدريشن بروسيس بيحصل لها اكيوميليشن في قلب الخرسانه، وطبعا هو في كل جزء من الخرسانه بيطلع حراره، ولكن الاجزاء السطحيه من الخرسانه بتكون ملامسه للهواء. فاجين بسبب ظاهره الديفيوجن الحراره تنتقل من الاسطح الملامسه للهواء اللي هي حرارتها عاليه تنتقل الى الهواء اللي هو حرارته اقل. فكده ابص الاقي سطح الخرسانه يبقى اقل في درجه حرارته من قلب الخرسانه من جوه، عشان كده سميتها ايه؟ internally generated temperature differences. طبعا ال temperature
جريديان دوت او التمبريتشر ديفرنسز ما بين اللايرز وبعضها ممكن يسبب لي تنسايل ستريسز، تسبب شروخ في الخرسانه. وطبعا شروخ الخرسانه دي بتعتمد على قد ايه التمبريتشر جريديان طبعا اللي حاصل، وكمان قوه الخرسانه والمنصف الصيصي بتاعها اللي يقدر يقاوم لي فرق درجات الحراره ده. وكمان لو في جوه رينفورسنج ستيل يقدر يقاوم اجهادات الشد اللي بتنتج من درجه الحراره دي. ومدي لك شكل هنا اهو لخرسانه معرضه للشمس او خرسانه مصبوبه، انا اسف، دي مش معرضه، دي يعني النوع ده من التمبريتش من الفوليوم تشينجز ملوش علاقه بدرجه حراره الجو اللي هي الاكسترنالي ده اللي هنتكلم عنها دلوقتي، انما هنا انا جزء الخرسانه اهو شرخ من بره ديو تو الهيت اللي في قلب الخرسانه، وسطح الخرسانه معرض للهواء اللي هو درجه حرارته اقل، فبيحصل لي تنسايل ستريسز قد تؤدي الى شروخ بالمنظر ده. النوع الثاني بقى اللي هو اكسترنال جنريتد، وده بيبقى ان الخرسانه خلاص هي عمرها كبير مع تعرضها الى الشمس الخارجيه، فبتبدا الطبقات السطحيه السيرفس لير بتاعت الخرسانه درجه حرارتها تزيد. طيب وقلب الخرسانه من جوه المفروض انه هيسخن برضو باي ديفيوجن فينومينا، يعني السطح سخن فالحراره هتنتقل للداخل، ولكن هيبقى دائما وابدا سطح الخرسانه اكثر سخونه من السب لايرز او الاندر لايرز بتاعه الخرسانه، وبالتبعيه برضو بيتكون لي هنا تمبريتشر جريدينت. وفي الحقيقه التمبريتشر جريدينت دوت ده الحالة العامة، أقدر أقول هي دي الكومون فوليوم تشينجز. يعني لو هيحصل فوليوم تشينجز ديو تو تمبريتشر ديفرنسز بيكون بسبب النوع الثاني اللي بنتكلم عنه ده اللي هو الاكسترنالي جنريتد. إنما النوع الأولاني اللي هو انترنالي جنريتد ده طالما أنا بعمل كيورينج كويس للخرسانة وبحاول أبرد الخرسانة باستمرار أثناء الهايدريشن بتاع الأسمنت فانا بتغلب عليه وما بيحصلش، انما اللي بيحصل ديو تو سان تمبريتشر ده هو ده اللي بيكون الحاله العامه والحاله الكتيره المشهوره اللي بتحصل في المنشات، واللي بسببها فعلا بنعمل اكسبانشن جوينتس في المنشات المعرضه للشمس. ويمكن وانا بتكلم معاكم على الكونكريت مانيفاكتشر قلت لك لو عندي طرق خرسانيه بابعاد كبيره لازم اقسمها كل مسافات معينه عشان خاطر لما يحصل اكسبانشن للخرسانه يبقى انا سايب روم فور موفمنتس، يعني سايب مسافه للخرسانه تتحرك فيها، لان لو منعت الاكسبانشن او الاكسبانشن بقى اللي هو انا اقدر اسميه فوليوم تشينج ديو تو اكسترنال جنريتد تمبريتشر ديفرنسز، فلو منعته بيبدا يتولد ستريسز جوه الخرسانه تؤدي الى الكراكنج او احيانا الى الفيلير، وعشان كده بنعمل اكسبانشن جوينت. في الحقيقه الاكسبانشن جوينت اللي هي بنعملها عشان تقاوم هذا النوع من الفوليوم تشينجز بيكون في المنشات المعرضه للدايركت سان في حدود من 8 ل 12 متر. واظن لو اي حد فيكم مشي جنب اي سور خرساني او حتى سور معدني لاي مبنى او اي مؤسسه والكاميرات بتاعته بتبقى طبعا من الخرسانه، الكاميرات المياد السفليه اللي متثبت فيها الحديد، او لو كان السور بالكامل من الخرسانه بنلاقي كل ثلاث او اربع بواكي من السور في عمودين جنب بعض، لاني فاصل كل جزء من الخرسانه لوحده وعامل اكسبانشن جوينت. فتلاقي الخرسانه عباره عن، يعني لو بصيت كده لشكل للاكسبانشن جوينت في الاسوار تبص تلاقي السور واخد الشكل ده، عندي هنا باكيه 2 3 وبقيه السور عباره عن ثلاث بواكي تانيين مجاورين ليهم، وتقدر تشوف بوضوح الفاصل ده اللي هو احنا بنسميه فاصل التمدد او الاكسبانشن جوينت. الفاصل دي بتتعمل للتغلب على الفوليوم تشينجز ديو تو اكسترنال جنريتد تمبريتشر.
يبقى ده طبعا بيحصل بسبب التغير في درجة حرارة الجو. وانا مدي لك هنا مثال عليه بالارقام واضح قوي. والمثال دوت مش محتاج انك تعمل عليه يعني خلاص وانس انك فهمت المثال ده مش محتاج ان انا ادي لك حتى اكسرسايز او كوز عليه لان تطبيق مباشر. انا بقول لو انا عندي طريق طوله 30 متر بلاطه خرسانيه وموجوده في الصيف وحصل ان البلاطه دي حصل لها بص خد بالك بقى من الجمله اللي انا كتبها هنا ديت تمبريتشر دروب مش تمبريتشر رايز يعني اوريدي كنت مثلا انا الطريق دوت وهو في عز الشمس وفي عز درجه الحراره العاليه كان طوله 30 متر يعني الطول ده وهو درجه حرارته عاليه لما حصل له بقى تمبريتشر دروب قد ايه بقى 27 درجه يعني مثلا كانت درجه حراره 40 بتاعه الخرسانه بتكلم على الخرسانه وفجاه درجه الحراره هبطت بقت 13 فعندي تمبريتشر دروب قيمته 27 درجه. هنا بقى لما بنقول لو عندي الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاع الخرسانه اهو في قيمه معينه هو تقريبا في حدود ال 10 في 10 اس ناقص 6 بص اليونت بتاعته بير ديجري سنتيجريد. طبعا الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن ده الكوفيشنت بتاعها لما بنكتبها 1 على ديجري سنتيجريد هو المقصود بيها مليمتر على المليمتر على الديجري سنتيجريد او متر على المتر على الديجري سنتيجريد يعني المهم وحده الطول على وحده الطول على الديجري سنتيجريد يعني لكل درجه. بمعنى ادق تعالى كده لما اسال واحد فيكم اقول له اشرح لي ايه معنى ان الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاع الخرسانه 10.8 في 10 اس ناقص 6 لكل درجه ده معناه ايه؟ حد يقدر يقول لي الفاليو دي يشرحها لي بشكل تطبيقي على اليمنت خرساني ايه معنى الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت القيمه دي؟ حد يقدر يجاوب؟ الكلام ده المفروض انه قديم وخدته في اعدادي او في الفريش وخدته كمان يمكن في السكول. ها ايه معنى الثيرمال اكسبانشن بالفاليو دي؟ طيب الناس سقعانة يمكن ما حدش عاوز يجاوب عشان الناس ساقعين انا هفترض ان السقعة هي اللي منعاكم تجاوبوا. طيب انا معنى الفاليو دي معناه ان لو في خرسانة طولها ملي متر حصل لها تغير في درجة الحرارة زادت درجة حرارتها درجة واحدة مئوية فهيحصل زيادة في الطول بتاع الملي ده بقيمة 10.8 into 10 to the power of minus 6 مليمتر. ما انا قلت لك الخرسانة طولها ملي يبقى هيحصل لها زيادة في الطول بالفاليو دي اللي هي حاجة من المايكرو ميتر لو ارتفعت درجة حرارتها درجة واحدة مئوية او لو خرسانة طولها متر وارتفعت درجة حرارتها درجة واحدة مئوية فيحصل زيادة في طول الخرسانة دي 10.8 into 10 to the power of minus 6 متر. اليونتس هي نفس اليونتس. طيب يبقى معنى كده ان انا لو عندي خرسانة طولها 30 متر وحصل لها تمبريتشر دروب 27 درجة مئوية يبقى اكيد هيحصل لها نيجاتيف اكسبانشن بقى يعني هيحصل نقص في الطول لان ده التمبريتشر نزلت يبقى قيمه النقص في الطول ده قيمته قد ايه؟ ايوه تبقى 30 في 37 في الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت ده بس الكلام ده 30 في الرقم ده يديني للدرجه الواحده فاضربها في 27 عشان ابقى اجيب التوتال اكسبانشن او النيجاتيف اكسبانشن اللي حصل فلاقي ان القيمه ديت ان حصل لما تضربها كده بالمعادله هتطلع لك ان حوالي 9 ملم نقص في الطول. يبقى انا ممكن اسالك اقول لك لو عندي بلاطه طولها 30 متر وحصل لها تمبريتشر دروب 27 درجه
وكان ده الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، قول لي طول البلاطه النهائي ده كام، فهتضرب ده في ده في ده يطلع لك الثيرمال اكسبانشن بالنيجاتيف 9 ملي، يبقى طول الاليمنت الخرساني ده 2991 ملي، اللي هي 30 متر اضربها في 1000، انا اسف هتبقى يعني اضربها في 1000 واطرح منها ال 9 ملي دول. طيب طبعا اذا كانت الخرسانه ديت ريستريند يبقى نخاف من الستريسز اللي ممكن تسبب الكراكس او الفيريا. طبعا ممكن تبقى الشروخ ريجولار سبيست زي اللي انا بقول لك عليها في الطرق، او ممكن تبقى بيربنديكولار لو الاليمنت بتاعي اليمنت طولي. الكوفيشنت ثيرمال اكسبانشن لو حبيت عينه، طبعا هو التعريف بتاعه زي ما انا قلت لك من شويه كده، وهو ديفايند از ريت at which concrete contracts or expands. الاثنين اقدر اسميهم volume change او اقدر اسميه expand، ولو حصل contraction يبقى بسميه negative expansion. as temperature changes يبقى هو الريت او هو المعدل اللي بيحصل فيه تغير في طول الخرسانة عند تغير درجة الحرارة. والtypical value بتاعة الخرسانة حوالي 10 10 ناقص 6 هي حوالي من 6 الى 13 في 10 اس ناقص 6. طبعا الفاليو دي بيحكمها حاجات كتيره جدا، نسب مكونات الخرسانه، طبعا الاجريجيت نوعه ايه، يعني الزلط بيختلف جدا الريت بتاعه عن لو استخدمت اللايمستون الكراشد لايمستون، محتوى الرطوبه كمان في الخرسانه، وانا بحدد الفاليو بتاعت السي تي اي، كل ما زاد محتوى رطوبة كل ما بيزود الريت بتاع توصيل الحرارة وبالتالي الريت بتاع الاكسبانشن. يبقى الكومبوزيشن المويشر كونديشن والتمبريتشر تشينجز. طبعا السيمنت بيست الاكسبانشن بتاعها مش زي الاجريجيت اكسبانشن، وبالتالي بنخاف انهم يفصلوا من بعض، ولكن الفروق في الحقيقة ما بين السيمنت هيدريت او الجل والاجريجيت بيكون البوند ما بينهم اقوى بكتير من هو يسبب انفصال ليهم ديو تو الديسيميلاريتي بتاعه السي تي اي بتاعهم. وزي ما اتفقنا الاجريجيت بيعمل ريستريننج للسيمنت جل، وده بيولد ستريس جوه الخرسانه. طبعا معامل التمدد الحراري او الكوفيشن بتاع الاجريجيت هو اللي بيتحكم لي اكتر في، باعتبار ان هو 75% من الخرسانه بيبقى اجريجيت، فهو اللي بيتحكم اكتر في التوتال او الفاينل سي تي اي بتاع الخرسانه. زي ما اتفقنا بتاع الجرافل بيبقى هاير ذان اللايم ستون. طبعا انا قلت لك ان الاكسبانشن جوينت بتبقى في المنشات الاكسبوزد من 8 ل 12 متر، وديت لك الشكل بتاع الاسوار او الطرق، ببص الاقي الاكسبانشن جوينت كل 8 9 10 متر، المهم ان هي مسافه من 8 ل 12 متر. اما لو بتكلم بقى على منشآت مش معرضه للشمس زي المنشآت مثلا الخرسانيه، لو مشيت كده جنب المبنى الرئيسي بتاع الكليه عندنا بنلاقي عشان المبنى ده طويل فبنخاف جدا من الثيرمال اكسبانشن، فتلاقيني عاملين اكسبانشن جوينتس كل 30 40 متر. لو مشيت من بره المبنى الرئيسي بتاع الكليه من بره كده، مشيت في الكوريدورز الخارجيه يعني مشيت مثلا جنب الورش كده، هتشوف الاكسبانشن جوينت واضحه تمام الوضوح في فصل تام، وكانها منشات متجاوره منفصله عن بعض، مفيش اي اتصال ما بينهم وما بين بعض، الا ان احنا في الاكسبانشن جوينت ممكن يبقى الاساسات واحده للعمودين اللي زي بعض. يعني لما اجي للسور ده هنا اهو، لو انا الهدف الرئيسي من الجوينت دي انها تبقى اكسبانشن جوينت، يبقى باجي عند العمودين دول واحط لهم قاعده واحده من تحت، وده الفرق ما بين الاكسبانشن جوينت وجوينت شبيهه جدا ليها، ويمكن تلاقيها في الفايل
بتاع المانيفاكتشر، الجزء الاخير اللي اسمه جوينتس، وانا قلت لك مش مقرر عليك السنه دي. في جوينتس اسمها ستراكشرال جوينت، لما يكون بقى عندي مبنيين جنب بعض وعاوز افصلهم تماما عن بعض، مش مجرد للتمدد الحراري، لا، يعني وليكن مثلا مبنى طوله 30 دور ومبنى قصير جنبه طوله 5 ادوار، وهما من جوه سايحين على بعض، يعني مبنى واحد زي الفنادق، يبقى الريسبشن ارتفاعه قصير، ولما تخش جوه تلاقي التاور نفسه اللي فيه الغرف مبنى بارتفاع كبير. هنا لازم افصل تماما ما بين الاثنين، الشكل من فوق يظهر زي الاكسبانشن جوينت، انما من تحت في الاكسبانشن جوينت تبقى الاساسات واحده او القواعد واحده، في الاستراكشرال جوينت لا، ده بيبقى ليه قواعد والعمود ده ليه قاعده مش مربوطه بالقاعده بتاعه العمود الثاني اللي جنبه خالص. اذا في المنشات الغير معرضه للشمس، يعني زي ما بقول لك اي منشات خرسانيه اللي بتعرض للشمس، بس الكاميرات اللي بره والاعمده اللي بره، انما جوه المبنى مش معرض لدايركت سان، فبوصل لغايه 40 متر او من 30 ل 50 متر. عشان نعين الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت هنرجع نفتكر واحنا بنتكلم على دراين شرينكج، قلت لك عندي طريقتين عشان اعينه. الطريقه الاولانيه ان انا احصل على فاليو ل ال كوفيشنت اوف دراين شرينكج، ان انا اجيب عينه وتكون مشبعه بالميه واقيس الطول بتاعها وهي مشبعه وليكن 30 سنتي، وادخلها الفرن واطلعها بعد ما تنشف شويه ميه واقيس الطول، وبعدين ادخلها واطلعها واقيس الطول لغايه لما الاقي الطول خلاص ثبت. يبقى هنا بشوف الفرق بين اول واخر قرايه، وهو ده الدراينج شرينكج. نفس الطريقه ونفس الكومبارتمنت بستخدمه عشان اعين السي تي اي بتاع الخرسانه، بس ده عشان كوفيشنت، انا مش بس عاوز اعين قيمه الاكسبانشن فاليو، ولكن عاوز اعين الريت بتاعه اللي هو بنسميه سي تي اي او الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن. بس هنا بقى انا ما عنديش ميه وعاوز انشف الميه واشوف الانكماش، لا ده بالعكس، ده انا عندي هنا خرسانه بنشفها الاول، وبعد كده من وهي ناشفه بقيس الطول بتاعها، وبعدين ابدا ارفع درجه الحراره واقيس الطول، ارفع درجه الحراره واقيس الطول، وارفع درجه الحراره واقيس الطول، وفي النهايه ارسم علاقه ما بين درجه الحراره وفرق الطول او الاكسبانشن اللي بيحصل، ويعني اهو الكومبارتمنت بالمنظر ده، وبنقيس الزياده في الطول due to temperature rise، وبنرفع درجه الحراره من 10 ل 50 تدريجيا كده، وارسم علاقه، فهتطلع الاقي علاقه خطيه، واروح جايب السي تي اي هي عباره عن السلوب بتاع العلاقه الخطيه دي، فالسلوب ده اللي هو واي على اكس او دلتا ال، طبعا دلتا الواي هي دلتا ال على ال، احنا اتفقنا بقى الفوليوم تشينجز دايما ما بنتعاملش معاها بقيم مطلقه، يعني جبت خلاص الفرق في الطول هنا 1 ملي، اروح حاسب منه السترين، يبقى 1 ملي على ال 300 ملي اللي هي الطول دوت، يبقى ده اسمه التمبريتشر الفوليوم تشينج، وده بنسميه دلتا ال على ال نود، وده نوقعه على الواي اكسس، والاكس اكسس بيبقى التمبريتشر او درجه الحراره، فباخد لاي كيرف فرق الواي على فرق الاكس هو ده اللي بيديني السي تي اي. ماشي الكلام؟ حلو قوي. يعني انا بقى برضو ارسم لك الكيرف عشان ما بقاش حد يعني انا بوقع هنا التمبريتشر على محور اكس، وعلى محور واي بوقع التغير في الطول اللي هو بنسميه دلتا ال، بس بنسبه للال نود الاصلي اللي عندي، فهبص الاقي الال نود، فبص الاقي الكيرف يطلع حاجه بالمنظر ده، باخد السلوب بتاعي، السلوب بتاعي اللي هو ده على ده، ده يديني قيمه الزاويه دي، فده اللي بنسميه
دلتا ال على ال نوت اهي دلتا ال على ال نوت اخد ما بين النقطه دي والنقطه دي اخد الواي على الاكس والاكس بنسميها دلتا تي. فبجيب فرق التغير في السترين او الفوليوم تشينج على درجات الحراره، اذا بجيبها للدرجه المئويه الواحده. ده كان التمبريتشر تشينجز. تعال بقى نشوف المودس فلوسيتي اللي بالفعل انت عندك فكره واتكلمنا عنه قبل كده في اكتر من كورس انت درسته، وللاسف انت كل اللي تعرفه على المودس فلوسيتي هو ان هو اسمه اي وهو معبر عن الاستفنس وهو مقياس لمقدار الماده للتغير في الشكل. يعني لو قلنا ان في عندي عمودين من الخرسانتين مختلفتين وواحد منهم الاي اعلى من الثاني وجيت الاثنين عرضتهم لستريس واحد وليكن 10 ميجا باسكال، فلاقي الاي بتاعته عاليه يحصل فيه سترين قليل، واللي الاي بتاعته منخفضه يحصل ليه سترين كبير. وانت جيت قلت والله طالما الستريس ده كومبريسيف اذا العلاقه اللي بتحدد لي الاي ليانج مودولس هي اي بيساوي اف على ابسلون او الستريس على السترين. ومن هنا انا قلت لك لو الاي عاليه يبقى اكيد الابسلون منخفضه. اهو الكيرف بتاعنا اهو ستريس على السترين، فكون ان خرسانه ليها اي عاليه يبقى السترين اللي يحصل فيها يكون قليل. في الحقيقه رغم ان انا ده تعريف جيد للمودلس فلاستيستي، بس ده المودلس فلاستيستي واحد اللي هو معرض لاكسيال لودنج. اكسيال لودنج فالخرسانه معاير المرونه في الكومبريشن بيساوي ستريس على السترين، معاير مرونه في التنشن بيساوي ستريس على السترين، انما في للخرسانه معاير مرونه في كل حاله تحميل. فلاقي لو الخرسانه معرضه الى شير فالمودلس فلاستيستي في الشير لا يساوي الكلام ده. ده حتى احنا بنرمز له ما بنرمزش بالرمز اي، بنرمز بالرمز جي وله قيمه مختلفه عن ده. طبعا في علاقات ما بين المودلس فلاستيستيز المختلفه لنفس الخرسانه تحت تاثير الاحمال او طريقه طرق التحميل المختلفه، ولكن خلينا نقول لو افترضنا وخدنا ابسط شكل منهم فهو ان الاي بيساوي الاسترس على السترين. وده في الحقيقه ده اللي انت تعرفه لحد دلوقتي عن الاي، وده اللي انت بتستخدمه في الديزاين. لما بنيجي نعمل ديزاين واجي الاقي اليمنت معرض لاسترس معين اقول خلاص السترين اللي بيحصل فيه قيمته اللي هو سميناه، تفتكروا كنا سميناه الاسبوع اللي قبل اللي فات سميناه ايه؟ Elastic Strain او Initial Strain او Instantaneous Strain، لانه Strain بيحصل اوتوماتيكالي بمجرد ما الاسترس يؤثر، وونس ان الاسترس يتشال فهو الاسترين ده يمشي، عشان كده سميناه Reversible Strain. ده اللي انت تعرفه لحد دلوقتي. فطبعا الاسترس على الاسترين هو ده قيمة الاي، وهو علاقة او تعبير عن الاستيفنس، وطبعا التأثير بتاعه بيكون في الديزاين واضح جدا عشان نحسب الاسترينز وتأكد ان هي لا تقترب من الالتمت سترين بتاعت الخرسانة. وبنقدر نعبر بيه لو انا بعمل ديزاين بسوفت وير او عاوز احسب حتى سواء مانيولي او بتشارت او بسوفت وير اي اوتبوت من اللودز المؤثره والبارامترز او البروبرتيز بتاعت الخرسانه اللي موجوده، بندخل الاي واقدر احسب من الاي ما يسمى الريجيديتي. يعني خد بالك انت لو تفتكر، عشان برضو نرجع تاني هنا اهو، تعالى لو تفتكر لما جينا نقول لو انت حسبت تحسب الديفورميشن اللي هي الديفليكشن، يعني الفوليوم تشينج اندر فليكشنال لود، لو تفتكر كان بيساوي كونستانت، هذا الكونستانت على حسب شكل اللود. يعني لو اللود بتاعي كان كونسنتريتد لود كده
مركز في نص الباكيه ونص البحر يعني، كان بيبقى الفاكتور ده 1/48، ولو كان اللود ديستريبيوتد لود كان بيبقى الفاكتور دوت 5/384. انا فاكر يعني، اعتقد ان انتم حافظين القيم دي من وانت بتحسب الديفليكشنز من ماده الاستراكشرز. طيب ايا كان الكوفيشنت القيمه بتاعته بيتضرب بعد كده بفاليو، الفاليو دي هي عباره عن لود في بحر او لود في سبان. فلو كان اللود كونسنتريتد لود يبقى بي مضروبه في ال تكعيب على اي اي، دي الديفليكشن، معادله الديفليكشن بتاع الكونسنتريتد لود. ولو هو ديستريبيوتد لود كان بيبقى دبليو ال اس 4 على اي اي. اذا هنا برضو الاي هو علاقه عكسيه مع الديفورميشن. ففي الحقيقه اللي بيأثر جدا في الديفليكشن او في الديفورميشن ان بيندنج مش بس الاي، ده كمان الاي. يعني لو انا خدت كمرتين عليهم نفس اللود وليهم نفس السبان ومعمولين من نفس الخرسانه عليهم نفس الاي، بس واحده منهم القطاع بتاعها 20/60 وواحده منهم القطاع بتاعها 30/متر، واضح ان الديفورميشن بتتغير، ما بتبقاش واحده في الحالتين. عشان كده احنا بنسمي الاي في الاي دول بنسميهم ريجيديتي، او يعني الاي معبر عن الستيفنس والاي معبر عن الانيرشا. الاي في الاي هو في الحقيقه مش الاي في الاي بس، ده الاي في الاي على ال، ده فاكتور كده جميل قوي، ده اللي بنسميه ريجيديتي. اي اي على ال، اي اي على ال، ده اللي بنسميه ريجيديتي. لان برضو انت لو خدت عمودين خرسانيين زي جنب بعض ليهم نفس الخواص، ليهم نفس يعني ليهم نفس الاي ونفس الاي وتعرضوا لنفس الحمل. انا هنا ما بتكلمش بقى على 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 فليكشرال لودنج، بتكلم على اكسيال لودنج. فالعلاقه بتاعتي اللي هي بتاعت السترين ما بجيبهاش من هنا، بجيبها من العلاقه اللي فاتت اللي هي الاي بيساوي الاستريس اف على السترين. دي علاقة، انا اسف، دي علاقة الاكسيال لودينج ودي علاقة الفليكشر لودينج. فلو بتكلم على العمودين العمودين دي ليهم نفس الاي ونفس الانيرشيا او نفس الابعاد، ولكن واحد منهم قصير وواحد منهم طويل. طب لو انا حرضتهم الاثنين لنفس الاستريس نفس الاف 10 ميجا باسكال، هل الاثنين هيحصل فيهم نفس الدلتا او نفس الديفورميشن؟ لا طبعا، القصير دوت هيبقى الديفورميشن بتاعته اقل من الكبير، وده ليه؟ او وكمان ما مدى مقاومه العمود دوت لللاترال لودنج او اللاترال ديفورميشن اللي بنسميها الباكلينج مقارنه بالعمود ده؟ فدي مرتبطة بحاجة اسمها rigidity اللي هي الاي اي على ال. العمود ده اكيد كتير ستيبل عن العمود دوت اللي هو ال ال بتاعته كبيرة، يبقى ده rigidity بتاعته اي اي على ال هتبقى عالية نتيجة ان ال ال قليلة، وده rigidity بتاعته اللي هي الاي في الاي على ال هتبقى قليلة شوية نتيجة ان ال ال بتاعته كبيرة. اذا الاي، خلينا نرجع لكلامنا، ان الاي هي بارامتر مهم جدا في حساب الريجيديتي بتاعه الاليمنت ايا كان اللود بتاعه. انا عندي في الحقيقه زي ما قلت لك في عندي كذا اي، اي في الكومبريشن واي في التنشن واي في الشير واي في كل تايب اوف لودنج ليه اي، وكمان حتى اواي اوف لودنج لو بتكلم على فوليومتريك تشينج زي الدراينج شرينكج او الكريب زي ما هنتكلم المره اللي جايه، الاي كمان بتبقى هنا ما عنديش لود، بتبقى برضو
مختلفة من حالة volume change لحالة أخرى. مش بس الإيه بتتغير طبقا لللود أو طبقا للفوليوم تشينج اللي بيحصل، ده كمان الإيه لنفس اللود وليكن كومبريشن. لو أنا اللود الكومبريشن ده بيأثر بطريقة ستاتيك، فالإيه اللي بنعينها للخرسانة اسمها إيه ستاتيك. إنما لو أنا عندي عمود أو عينة وعاوز أعين لها المصرف السيستي بس في دايناميك لود بيسقط عليها فجائيا، فهنا الاي بتاعتها بتبقى اعلى بكتير قوي وبنسميها اي دايناميك. فاحنا الاي ستاتيك دي سهله قوي نعينها باستخدام القانون اللي فات اللي احنا عارفينه. فاحنا بنيجي حتى في ده الستريس سترين كيرف، فالاي هي الميل بتاع الخط المستقيم اللي جاي في منطقه المرونه في بدايه المنحنى. وطبعا عشان المنحنى بتاع الخرسانه ما بيبقاش واخد الشكل المستقيم زي الحديد، تعرف الحديد بيبقى الكيرف بتاعه شارب ستريت لاين، هنا بيبقى كيرفت كده. فعشان نعين الاي للخرسانه فيا اما بناخد تانجنت للكيرف من اوله وده بنسميه انيشال تانجنت مودولس، هو اسمه كده. يا اما باجي اقول طب ما ده لو انا اعتبرت التانجنت ده اللي بطلع منه الاي اللي هي الزاويه دي، طب معنى كده انك تقول لي لو الخرسانة عليها ستريس بالقيمة دي، شايف القيمة اللي واقف عليها السهم دي، يبقى الاسترين اللي فيها كام؟ هقول لك بمعلومية القانون، طبق في القانون على طول، يبقى انا اكني دي قيمة الاسترس والاحمر ده هو ده قيمة الاي. خلاص انا جبت ده السلوب، جبته اللي هو ميل المماس، يبقى الاحمر ده هو بيمثل الاي. يبقى هخش من القيمة دي على اللاين، اروح جايب تحت، دي تبقى قيمة الاسترين اللي حاصل، ودي طبعا قيمة غلط. ليه قيمة غلط؟ لان الخرسانة عند الاسترس ده الاسترين الحقيقي اللي حاصل اهو جاي من الكيرف، اذا قيمته كبيرة جدا والقيمة اللي جاية من الخط المستقيم قيمة خاطئة. اذا كل ما انا قيمة الاسترس بتاعتي قليلة فالخطأ ما بين الكيرف والخط المستقيم بيبقى قليل قوي. فهذا الانيشيال تانجنت مودولس بيبقى صالح للتعبير عن الديفورميشنز او السترينز اللي في الخرسانه كل ما كان الاسترس قليل. طب لما الاسترس يزيد قلنا لا كده يبقى غلط، فتعالى ناخد ايه عند اي نقطه للسترين للاسترس المؤثر انا هاخد تانجنت عند النقطه دي، وهو ده اللي اخد الميل بتاعه واقول هو ده الاي بتاع الخرسانه، وبنسميه تانجنت مودولس. يعني هو مودولس اوف السيستي بس اسمه تانجنت مودولس. الاولاني ده مودولس اوف السيستي للخرسانه بس اسمه انيشيال تانجنت مودولس. لقينا برضو ان ده زي ما ده بيدي للخرسانه كريدت ما تستاهلوش، ده بيظلم الخرسانه قوي وبيدينا فيها ديفورميشنز كتيره جدا لو دخلت عليها. فقلنا خلاص احنا ناخد حاجه وسط ما بين الاثنين وبنوصل النقطه دي بنقطه الاصل ونسمي هذا المودولس سيكنت مودولس. اخد الميل بتاع الخط الازرق ده واسميه سيكنت مودولس. اي واحد من الثلاثه بنقدر نعبر بيه عن الاي ستاتيك، ودي اقدر اعملها في المعمل بمنتهى السهوله. خد بالك بس من حاجه مهمه، لو عاوز تقارن ما بين خرسانتين وبقول لك معاير مونه بتاع ديت مثلا مليون ومعاين مرونة بتاع العينة التانية 2 مليون، تقول لي خد بالك لازم يكون معاير مرونة اللي انت مديني الفاليو ستعدت نفس الميجر، يعني المليون والاتنين مليون، يا اما الاتنين انيشن تانجنت يا اما الاتنين تانجنت يا اما الاتنين سيكنت. انا ما تجيش تديني المليون بتاعة خرسانة معين انا المليون ده بطريقة تانجنت مودرس، وعاوز تقارنهاني بخرسانه ثانيه المودرس بتاعها ب 2000 ب 2 مليون بس المودرس بتاعها انت معينه من الانيشال تانجنت مودرس، لازم يبقى نفس الميجر واحد. اهل في المعمل بناخد الخرسانه ونحط العينه جوه مكنه الضغط ونثبت عليها سترين جيج كده، ومع قيمه اللود مع كل لود ابدا اقيس الديفورميشن اللي بتحصل في الخرسانه مع اللود ديفورميشن مع اللود ديفورميشن، عشان في الاخر ارسم الكيرف ده بتاع الاسترس سترين كيرف واللي اقدر منه احسب الاي. طبعا للخرسانه التقليديه بتاعتنا الكود قال لنا
خد بالك الاي ستاتيك بتساوي 4.73 السكوير روت بتاع الاف سي، يعني 4730 الجذر التربيعي للاف سي. ده الاي ستاتيك بتاعنا، حيث لو انت طبقت الفاليو 4.73 يبقى ليها تطلع بالجيجا وتحط الاف بالميجا. عاوز توحد الوحدات خلاص، يعني عاوز تخلي الاي بالميجا يبقى هيبقى 4730 ايا كان. يعني الاي ستاتيك بتاعت الخرسانة بتبقى طبعا ليها فاليو يعني من اول 150 ل 400 ولا 140 ل 400 او من 150 ل 400 طن على السنتيمتر المربع، او تحولها لاي وحده كيلوغرام على السنتي او ميجا باسكال او زي ما يكون. ده الفاليو بتاعك. خليني اقول لك انا رقم تقريبي بقى عشان ما تقعدش تدخل نفسك في متاهه الارقام. انت طبعا انا بس اللي طالبه منك انك تحفظ لي المعدل الكود بيحسب لك عليها الاي، انما انا عاوز ادي لك رقم سهل بحيث حتى بعد ما تتخرج وانت شغال في الموقع ويجي لك ريبورت او تبقى محتاج تعرف الاي بتاعت الخرسانه، كلكم هتنسوا الاي، كلكم بتفضلوا فاكرين ان الاف سي بتاعت الخرسانه المفروض تبقى 25 ميجا باسكال 30 ميجا باسكال 35 ميجا باسكال. انما لما يجي حد يسالك يقول لك طب هو الاي بتاع الخرسانه كام، اتحدى ان حد بعد ما يخلص كليه يقدر وهو قاعد في اجتماع او في مكان يقول الاي بتاعت الخرسانه في حدود كام. انا بقى بقول لك من دلوقتي رقم هو يخليك ما تنساهاش ابدا، خد الاي هي نفسها الاف سي بس مضروبه في 1000، يعني لو خرسانه مقاومتها 25 مقاومتها للضغط 25 ميجا باسكال يبقى الموصف الاساسي بتاعها اي بيساوي 25 جيجا باسكال او 25000 ميجا باسكال. الاي تقريبا 1000 اف سي، او القيمه الادق او الكود بيقول لي عليها هي 4.73 في الجذر التربيعي. طبعا الاي دايناميك بقى لو عيناها بشكل دايناميك طبعا دي ليه معادله طويله مش مطلوب منك انك تحفظها، مرتبطه بالدنس بتاعت الخرسانه والبالس فيلوسيتي، لان دايناميك لود معناه ان في انرجي بتمشي جوه الخرسانه امباكت بقى او فايبريشن او اي حاجه، فبنحسب برضو سرعه النبضات الفيلوسيتي وبوسون ريشيو. لما تضرب تطبق في المعادله دي هتطلع الاي دايناميك، وزي ما قلت لك من شويه الاي دايناميك اعلى بكتير من الاي ستاتيك. دي البارامترز بتاعت المعادله دي. الاي دايناميك طبعا زي ما قلت لك اعلى من الاي ستاتيك، ومن المعادله اللي فاتت دي لو رسمت العلاقه ما بين السرعه والاي ده تطبيق بتاع المعادله. لو لنفس الخرسانه دي شفت الاي ستاتيك بتاعها ووقعته على الكيرف ده بتلاقي الاستاتيك لودنج الكيرف بتاعه اقل من الاي دايناميك، او الاي دايناميك اعلى من الاي ستاتيك. اذا الاي دايناميك اعلى بكتير من الاي ستاتيك. الكيرف ده مهم قوي عاوزك تفهمه. احنا بنقول اي دايناميك على اي ستاتيك وعلاقته بمقاومه الضغط، عشان في ناس بتفهم الكيرف ده تقول لي يعني الاي دايناميك بيقل مع الزمن، لا لا لا، او بيقل مع مقاومه الضغط، لا. بص العلاقه النسبه ما بين الاي دايناميك والاي ستاتيك هي اللي بتقل مع زياده مقاومه الضغط. يعني لو اتكلمت على خرسانه مقاومه الضغط بتاعتها 25 ميجا باسكال هلاقي الاي دايناميك اعلى بكتير من الاي ستاتيك. طب لو خرسانه بقى مقاومتها 50 ميجا باسكال بلاقي ان الاي ستاتيك بتاعها زي ما اتفقنا 1000 اف سي، بيبقى الاي ستاتيك بتاعها عالي قوي فبيزيد جدا، انما معدل الزياده في الاي دايناميك بيبقى اقل، وبالتالي الاي دايناميك على الاي ستاتيك يبقى اقل. او اقدر من الكيرف ده طالما الكيرف ماشي بالشكل ده اقول معدل النمو في الاي دايناميك اقل من معدل الزياده في الاي ستاتيك مع زياده الاف سي. ارجو قراءه هذا الكيرف بشكل صحيح. من الموصف الاستاتستي هنبص مع بعض سريعا على الاستريس سترين كيرف اللي احنا راسمينه من شويه. طبعا ده لو انا حبيت ارسمه بقى بشكل يعني كامل لغايه لما يحصل فيلير. احنا عاده لما بنيجي زي ما انت شايف كده في الـ في الـ في الـ في الكيرفات اللي رسمناها بنرسم الكيرف بتاع الستريس سترين كيرف لحد هنا كده، يعني انا اسف بيبقى نازل لتحت كده شويه بس بنمسح الحته دي.
اذا ده الستريس سترين كيرف. لحد هنا وبنوقف الكيرف ليه؟ لان احنا ما بنقدرش نقيس الديفورميشن لحد ما يحصل فيلير للعينه وتتكسر، لان الاجهزه اللي بنقيس بيها بتتكسر. انما لو في اجهزه او مكن دقيق بيقدر يقيس الستريس سترين كيرف، وده موجود كتير قوي وموجود عندنا، بنقدر نعمله باجهزه اكثر تعقيدا من الطريقه البسيطه، ورسمت الكيرف بالكامل. ده الجزء اللي انت من هنا من الزيرو لحد النقطه دي، ده اللي انت دايما بترسمه. انما لو كنت كملت الكيرف هتلاقي الكيرف بينزل بالمنظر ده. طبعا هنا هو ده اللي بنسميه الاف التيميت، اللي هو بيحصل عنده فيلير للخرسانه، رغم ان الفيلير بالكامل بيحصل لما الاستريس بقى خلاص الخرسانه تبقاش قادره تشيل ويوصل عند الزيرو تقريبا. انما الفيلير انا بعتبره حصل عند الماكسيمم بوينت اللي هنا. في الحقيقه انا عندي في حاجه اسمها ترانزيشن زون اللي انا اكلمتك عنها قبل كده، اللي هي سطح التلامس ما بين حبيبه الاجريجيت بارتكل والسيمن جيل. الترانزيشن زون دي هي دي اللي بتأثر جدا بالتحميل، وكل ما انا بحمل على الخرسانه بحمل ضغط بلاقي اللي بيدي الخرسانه مقاومه هو البوند اللي ما بين الجل وما بين الاجريجيت. كل ما الاسترس يزيد يحصل يبدا يحصل كراك في الترانزيشن زون، فالعينه تضعف شويه، مع زياده الكراكس ينهار الفيلير ما بين الاثنين، فتبص تلاقي العينه الخرسانيه المكعب او العمود او اي عينه خرسانيه انهارت تماما. اذا الترانزيشن زون دي البوند اللي عندها هو ده المسؤول عن قيمه المقاومه وقيمه الاي بتاع الخرسانه، وبالتبعيه بتبقى مؤثره جدا. وكل ما الاسترس زاد كل ما بص الاقي الخرسانه يبدا الاسترين اللي فيها يزيد مع زياده الاسترس، او زي ما قلنا من شويه في الكيرف اللي كنا راسمينه من شويه قلنا معدل الزياده بيقل مع الزمن الاسبوع اللي فات في الدراين شرينكج. هنا برضو واضح من الاسترس سترين كيرف الجزء الاولاني ده ان معدل الزياده في الاسترين بيزيد جدا مع اي زياده في الاسترس، او العكس قيمه الاسترس معدل الزياده في الاسترس اللي تسبب لي سترين معين بتقل كل ما الاسترس بيزيد. احنا في الحقيقه نحب نسميها التسميه الاولانيه معدل الزياده في السترين بيزيد قوي مع زياده قيمه الابلايد ستريس. يعني لو انا ببأثر بستريس 10 ميجا باسكال حصل سترين وليكن 0.001. طيب لو وصلت ل 20 ميجا باسكال مش هتلاقي السترين 0.002، يعني الضعف. ما هو الاسترس بقى الضعف اهو، لا هبص الاقي السترين زاد عن الضعف، يبقى معدل الزياده في السترين بيزيد مع زياده الفاليو بتاعت الاسترس. لغايه 50% تقريبا من الالتيميت سترينث بتاع الخرسانه الترانزيشن زون بتكون قويه والبوند سترينث عالي قوي وما بيحصليش حاجه. يعني لغايه 50% هنا بلاقي ان الكيرف بتاع الخرسانه اولموست عامل زي الخط المستقيم. اكتر من 50% من الالتيميت سترينث ديت اهو، يعني ال 50% دي هي دي الحد الفاصل ما بين مرحله الالاستيك ديفورميشن اللي بتحصل لما بعدي الاسترس فوق ال 50% اف التيميت بلاقي السترينز بتزيد قوي. وطبعا اولموست لما باجي عند ال 50% ستريس دوت حاصل عندي سترين اهو. طب لو انا شلت وصلت للالتيميت سترينز وبعدين بدات انزل الاسترس ووصلته الى نفس القيمه 50% بس بعد ما وصلت للالتيميت هلاقي طبعا قيمه، يعني نفس قيمه الاف 50% دي هلاقي طبعا قيمه السترين زادت اولى، لان اوريدي انا وصلت للفيلير هنا. اذا عندي قيمتين للديفورميشن عند اي ستريس، قيمه قبل ما اوصل للالتيميت وقيمه بوصل بعد ما بوصل للالتيميت قبل ما يحصل فيلير نهائي. خد بالك من الستريس سترين كيرف في الخرسانات، كل ما الخرسانه مقاومتها كانت اعلى كل ما كانت الدكتيليتي بتاعتها اقل او الالتيميت سترين بتاعها اقل. يعني الكيرف اللي تحت ده
ده اللي انت خدته مثلا في ماده الخرسانه وانت بتتكلم على الديزاين. قلنا الالتيميت ستريت سترين الخرسانه 0.003، ده في الحقيقه الخرسانه التراديشنال، انما كل ما الخرسانه تزيد مقاومتها بلاقي ان الالتيميت سترينث يزيد والالتيميت سترين يقل. الخرسانه دي بتبقى ليس داكتايل عن الخرسانه دي، ولازم اخد بالي قوي من الفوليومتريك تشينجز. كده احنا خلصنا التمبريتشر تشينجز وكمان الستريس سترين كيرف، واتكلمنا بالتفصيل على الستريس على المونسو بلاستيستي، عشان نبدا ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن اخر واهم فوليوم تشينج اللي هو اسمه الكريب. حد عنده تساؤل لو سمحتم اتفضلوا. شكرا. تمام يا دكتور. في اي سؤال؟ لا شكرا. اسمح اوقف الريكوردينج، انا معاكم لسه.